النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم نشرة الأحوال الجوية. كما لاحظنا اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل واضح في أغلب مناطق المملكة، وسادت أجواء ربيعية دافئة، بينما كانت مائلة للحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. ولكن بالرغم من ذلك تناثرت كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة خلال ساعات ما بعد ظهر وعصر هذا اليوم، ذلك ناتج عن تأثر المملكة بامتداد لمنخفض البحر الأحمر، والذي بالرغم من أنه يجلب أجواء أدفأ من المعتاد ودرجات حرارة مرتفعة، إلا أن هناك بعض عدم استقرارية في الأجواء تكون موجودة تؤدي تشكل بعض من هذه السحب والغيوم. فحسب آخر صور الأقمار الاصطناعية ذات الدقة العالية تشير إلى تواجد هذه السحب والغيوم بأماكن متفرقة من المملكة، تشكلت خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر. بعض من هذه السحب خاصة في المنطقة الشرقية كان معها زخات خفيفة محلية من الأمطار محدودة الطابع، ومن المتوقع غدا الاثنين أن أيضا تتشكل ذات هذه السحب مرة أخرى وتؤدي إلى هطول بعض الزخات المحلية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى خرائط الضغط الجوي، تشير خرائط الضغط الجوي إلى استمرار تأثر المملكة بامتداد لمنخفض البحر الأحمر. هذا المنخفض الجوي يؤدي إلى طبعا هو مترافق مع اندفاع لتيارات هوائية جنوبية شرقية، وهو مترافق مع كتلة هوائية دافئة وساخنة قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية. يتوقع أن يستمر هذا المنخفض الجوي حتى نهار يوم الاثنين. طريقة تمركز غدا المنخفض الجوي، قد تعمل بعض الشيء على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة. ذات خرائط الضغط الجوي تشير إلى يوم الثلاثاء إلى تواجد منخفض جوي خماسيني فوق الأراضي الشمالية للأراضي المصرية، وهذا المنخفض الجوي الخماسيني مترافق مع كتلة هوائية حارة نسبيا وجافة ومغبرة، ويتوقع أن تعبر أو يعبر هذا المنخفض الجوي الخماسيني نهار يوم الأربعاء ليتمركز إلى الشمال الغربي من الأراضي العراقية مع تواجد هذا الامتداد من المنخفض الجوي، ويتوقع أن يجلب المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء مع أجواء مغبرة وجافة وحارة نسبيا. نستعرض سوية الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان. غيوم متفرقة تبقى موجودة في الأجواء، لكن درجة حرارة الصغرى 17 درجة مئوية، بمعنى آخر أن الأجواء هذه الليلة مناسبة للجلوس في الشرفات الخارجية المنازل، وستكون مائلة للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة. بشكل عام درجات حرارة هذه أعلى بكثير مما كانت عليه في الليالي الماضية. نهار يوم غد الاثنين يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتوالي بذلك درجات الحرارة ارتفاعها وتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. الطقس يكون غدا ربيعي دافئ في أغلب المناطق، مائل للحرارة بشكل لافت في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، إضافة إلى مناطق البادية الشرقية. تظهر كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة يعني على ارتفاعات مختلفة خلال ساعة الظهيرة والعصر، كما وتتهيأ الفرصة لسقوط وهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق محدودة من المملكة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية إثر تأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مؤقتة الوقت ما بين الظهيرة والعصر. دعونا نستعرض الآن سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غد الاثنين والصغرى في ليلة الاثنين على الثلاثاء، ونبدأها في المناطق الشمالية من المملكة. في محافظة ومدينة إربد من 29 درجة مئوية إذن غدا، الصغرى 15، في جرش 29 إلى 16، في عجلون 27 إلى 15، وفي المفرق 30 درجة مئوية إلى 16 درجة مئوية درجة حرارة الصغرى.
في العاصمة عمان غدا 26 درجة مئوية، الصغرى 17، في الصلد 28-19، في مادبة 28-16، في البحر الميت 34 درجة مئوية، تنخفض الصغرى إلى 22 كما تحضن 34، أجواء حارة نسبيا، وفي الزرقاء من 31 إلى 16 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية، في الكرك 26-15، في الطفيلة من 26-16، في معان من 27-15، في جبال الشرع من 24-14، وفي خليج العقبة 35-21 درجة مئوية، أجواء حارة نسبيا في خليج العقبة، ومع فك الحظر الموجود هناك الجزئي تكون الأجواء يعني حارة، وبالتالي ننتبه قليلا في ساعات الظهيرة من الإكثار من شرب السوائل. انتقالا للمناطق الشرقية المملكة، في أرويش 31-18، في الصفاوي 31-16، وفي الأزرق من 32-17 درجة مئوية. ونذكر مرة أخرى أن هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من أمطار في ساعات العصر والمساء، خاصة في مناطق البادية الجنوبية الشرقية وأقصى مناطق البادية الشرقية بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين 26-17 كما ذكرنا، الثلاثاء ارتفاع آخر تصل إلى 27، ليلا 19 درجة مئوية، أجواء دافئة بشكل تام خلال الأيام القادمة، حتى في ساعات الليل سنشعر أن الأجواء مناسبة جدا للجلسات الخارجية في شرفات المنازل. يوم الأربعاء منخفض جوي خماسيني يجلب المزيد من الارتفاع، تصل في العاصمة عمان إلى 30 درجة مئوية، قد تكون هذه الثلاثينية الأولى للعاصمة عمان هذا الموسم. والصغرى ليلا 19 وأجواء مغبرة وتدني لمدى الرؤية الأفقية، كما تزداد نسبة الغبار في الأجواء، وبالتالي يجب علينا الانتباه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء خاصة لمرضى الجهاز التنفسي والعيون. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.